عندما كان مجلس المحافظة الديالة تم اختيار المحافظ ورئيس المجلس بعد تأخر كثير، فبما معنى هنالك نوع من التوافقات، ولكن نقول بأن هنالك مصالح وامتيازات، وهذه المصالح والامتيازات هو القتال عليها، كل من يريد مصلحته. ولهذا نقول بأن المحافظات هي مثل البقرة الحلو، ولهذا الظهور على هذا تمرد على هذه الشرعية، لأنه أصبح المحافظ هو شرعي. محافظ ويخدم البلد، يخدم ولايته، ما يعني ما بدلوه. ولو اكو محافظ يعرفون مثلا بيحافظ ويخدم على المحافظه هاي، كان ما فوتوا، كان تقبل وغصبا لم كان صار. بس يعرفون ما حد بيحافظ اللي يجي بس يبوق محضر جيبه. احنا دوله مؤسسات ودوله قانون، فلا يجوز لاي جهه تغلق اي مؤسسه حكوميه. اصلا هي المؤسسه الحكوميه تابعه للشعب والخدمات الناس. انت من تجي تغلق مركز شرطه او مؤسسه حكوميه يعني وقفت العمل كله بالشارع العراقي. احنا نسبه المحافظين، المحافظ هسه من هاي الجهه من هاي الجهه، المحافظ واي منصب بالدوله هو جاي يخدم الناس. طبعا ظاهره كلش يعني غير حضاريه هاي، غير المؤسسات الدوله كلها غير حضاريه، لانه الناس تعبانه بدها تراجع دوائر دوله. يعني هاي واحد وهاي واحد، المفروض لازم يوضعون برنامج او مطالبه للشعب، لازم يكون واضح حتى يفهمون السياسيين شنو اللي يريدون من عندهم. اهلا بكم. القانون فوق الجميع ومغلق باسم الشعب، أي العبارات يصح رفعها فوق مؤسسات ديالة؟ جلسة الرشيد قلبت موازين الاتفاقات، فهل ستفرز نتائجها استقراراً للأمن وتحسيناً لواقع الخدمات؟ احتجاجات في الشوارع وإغلاق للدوائر، أزقة يبحث فيها الإرهاب عن أي ثغرة لاستغلالها، فلا مصلحة لأي إرباك أو عبث بعدادات الهدوء. ضباط ومنتسبين متورطين في الأحداث بحسب مصادر، هل سيحاسبون؟ أم أن بعض الأطراف السياسية ستغطيهم برداء النفوذ؟ والسؤال الأهم من هذا كله، إذا كان الصراع السياسي والخلاف العشائري حاضراً والتوافق بين الشارع والحكومة المحلية غائباً، كيف سينعم الأهالي بحقوقهم؟ ورسالتنا لجميع الأطراف، لا تفكروا بمصالحكم الشخصية ولا تذهبوا بالمحافظة إلى الهاوية، فمصلحة الأبناء خير وأهم من مصلحة الأطراف، ومن كان منكم صادق العهد فليتصدى، ومن كان عكس ذلك فليتنحى. فالحكومة المحلية أفرزتها صناديق الاقتراع، وما جاء من الشارع قد يعود إليه إذا فكر بغير ما ينتظر منه. أهلا بكم. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن ملفنا الأول راح يكون عن مستجدات الأحداث في محافظة ديالى من تظاهرات وإغلاق للدوائر بعد انتخاب الحكومة المحلية الجديدة. محور حديثنا بهذا الملف سيكون مع رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا. وأيضا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد البدري، مرحبا. الله يحييك وأهلا وسهلا. أهلا بجنابك سيادة اللواء. أبدأ مع حضرتك، مركز شرطة مكتوب على جدار القانون فوق الجميع، على بابه مكتوب الدوائر والمؤسسات مغلقة باسم الشعب. أقول الوضع لهالدرجة فالت بدياله؟
اولا شكرا لك وتحيه لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناه الايام. اهلا بحضرتك. يعني احنا كنا نعلم بانه من حق الشعب ان يتظاهر او ان يعبر عن طلباته ومتطلباته، ولكن في نفس الوقت لدينا قوات امنيه ولدينا امكانيات وقدرات عاليه جدا. وانت تعلم والجميع يعلم بانه ديالى لها خصوصيه، ديالى توجد بعض المفارز الارهابيه فيها وخصوصا في سلسله جبال الحمرين. هناك اهتمام كبير من قبل القادة الأمنيين، زيارات مستمرة من قبل سيد رئيس أركان الجيش المحترم نائب قائد العمليات المشتركة، أيضا معالي وزير الداخلية وكل القادة الأمنيين، وباستمرار قائد القوات البرية هناك يتواجد. قد تحدث بعض الحالات المعينة تتطلب إعادة توزيع وانتشار القطاعات، مثل ما حدث أنه عندما استطعنا أن نستهدف مفرزة ونقتل قياديين مهمين، وكان ثاني يوم عملية اشتباك واستشهد عندنا بعض الذين الحقيقة من جنودنا نتيجة للاشتباك. وأيضا كان هناك كلام كبير بأنه ممكن التنظيمات الانهيار وضع أمني في ديالى، وممكن التنظيمات الإرهابية أن تقوم بعمل كبير، ولكن أثبتنا للجميع بأنه قواتنا الأمنية إمكانياتنا وقدراتنا عالية وتتعامل مع أعقد التحديات. هذه حتى البعض السائل يقول التعامل مع المتظاهرين يختلف في ديالى عن حتى العاصمة بغداد، مرات نشوف طلبة يتظاهرون ما يعاملون بهذه الطريقة، شفنا ضروب وشفنا كثير من الأمور، ايش معنى اليوم نشوف مؤسسات حكومية داخل ديالى تغلق والوضع يصير طبيعي؟ لا، الحقيقة ما يعني ما غلقت المؤسسات، مارست عملها والقوات الأمنية أيضا متواجدة، وبدأنا في الحقيقة انتهى الوضع وقواتنا الأمنية مسيطرة. احنا فيما يهمنا بأنه نوفر الأمن والأمان وما نسمح بالاعتداء على الأهداف الحيوية للبلد، وهذا شيء مهم جدا. ديالى فيها مشكلة الحقيقة في إدارة المحافظة، وهذا احنا من ملف آخر يتعارض مع الأمن. من نقول أغلقت ما نحكي، يعني من عندنا الصور كانت منتشرة في وسائل الإعلام، حتى مركز الشرطة شفت لافتة معلقة عليه ومغلق باسم يعني هم ظهروا لفترة معينة، ولكن كل شيء رجع إلى طبيعته. وأني من أنقل لك الواقع، نحن كقوات أمنية واجبنا أن نفرض الأمن والأمان. هناك نعم قد تحدث حالات معينة، ولكن هذا لا يعني بأنه كما يشاع بأنه الوضع الأمني في ديالى قلق، الوضع الأمني في ديالى لا يسمح. قواتنا موجودة، إمكانياتنا وقدراتنا عالية جدا، لدينا أيضا عمل كبير وخصوصا فيما يتعلق في زيارة أربعينية الإمام الحسين، لدينا توزيع وإعادة وانتشار القطاعات، ولدينا اهتمام كبير في هذا المجال. بعض المصادر من داخل ديالى تقول ديالى الآن صايرة بالليل للمتظاهرين، خلاص يروح الوضع اللي هناك وبالنهار ترجع الأمور طبيعية للحكومة. زين، من الممكن أنه تنظيمات داعش، ونتحدث عن منطقة لحد الآن غير مستقرة تماما أمنيا، ما ممكن يستغل هذا المنقول انفلات وإنما هذا الضعف؟ شوف سيدي الكريم، إحنا عندما نتحدث عن الوضع في ديالى نتحدث عن قدرة وسيطرة القوات الأمنية وإمكانياتها والتعامل مع التحديات. جنابك ذكرت أنه البعض يقول، لكن هل فعلا هذا موجود؟ هل فعلا هناك قلق أمني في ديالى؟ أبدا، الحياة طبيعية، احتجاجات، قد يعبر المواطن عن احتجاجه، يعبر عن مطالبه، ولكن لم يتعارض مع الأمن القومي لبلدنا، الأمن القومي لديالى، الأمن القومي للمواطن، الأمن القومي لأهدافنا الحيوية، الأمن القومي لبنانا التحتية. ولذلك هناك عمل كبير، هناك تنسيق عالي فيما بين القوات الأمنية، وهناك عملية تطوير وتقدم في المجال والملف الأمني. ديالى فيها مشكلة في مجال المحافظة، وهذا الموضوع يختلف اختلاف كلي عن الملف الأمني. نحن كقوات أمنية واجبنا أن نقدم الأمن والأمان، وفرضنا الأمن والأمان وموجودين في كل وقت يحتاج المواطن. جيد، أستاذ سعيد أرحب بحضرتك مرة أخرى. من يوم جلسة الرشيد وإلى الآن الوضع متخربط تماما في ديالى، شنو اللي صار تحديدا؟ شنو اللي قلب الموازين وخلى الوضع يسوء لهذه الدرجه بديالى حسب رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بقضيه ديالى، انا قلت سابقا وفي تصريح لقناه الايام ان قبل تقريبا اكثر من او خلال بحدود شهر، قلت انه المشكله في ديالى هي ليست مشكله سياسيه ولا هي مشكله امنيه، المشكله مشكله اجتماعيه. هناك
قبيلة، خلينا نسمي الأمور بمسمياتها، قبيلة بني تميم لهم كل الاحترام والتقدير والتبجيل، قبيلة وعشيرة ضحت وقدمت كثير من الشهداء ولها موقع ولها وجود في محافظة ديالى وتصدت للإرهاب وقدمت تضحيات سخية جدا. بني تميم قبيلة غنية عن التعريف وتمثل حالة استقرار لمحافظة ديالى بأبنائها بشيوخها بكل الطيبين في هذه المحافظة. بني تميم ما قدموه من تضحيات كبير جدا وينبغي أن يعالج من قبل القوى السياسية على مختلف مسمياتها، ولا أريد أن أذكر أسماء. يجب عليها أن تجلس مع بني تميم وتحل هذه الإشكالية. طبعا إصرار مرشح معين على إخراج الناس وإلى آخره لا يحل المشكلة بل يعقدها، لكن أنا أقول العقلاء من القوم من أهالي ديالى من بني تميم قادرين على حل الإشكالية، وعلى من رتب جلسة الرشيد وانتخب أن يتحرك على هؤلاء ويجلس معهم. إذن مشكلة اجتماعية من كلامك أنه نعم. الناس اللي طالعة الظاهر مو طالع حبا بالمحافظة، إذن أكو من مطلعهم للشارع. يعني في كثير من هذا الكلام يعني قول مثلا دقيق. نعم بني تميم أنا قلت وأنا سميت الأسماء بمسمياتها. أقول للإخوة الذين، وهذا استحقاق انتخابي وجرى الاتفاق عليه في الإطار التنسيقي، وهناك نقاط تحتسب لكل مكون من المكونات وجرت هذه الجلسة. أكو بعض القوى نأت بنفسها، أكو قوى مثلا شافت القضية مثلا مو مثل ما ترغب، لكن المعالجة يجب أن تجري. إذا تريد محافظة مستقرة آمنة تستمر لحل الإشكاليات ينبغي أن نجلس مع عالية القوم وتحل الإشكاليات. وأيضا كم شهر جلسة وقعدة وحكة، وإذا الإطار بيناتهم يا أخي بيناتهم ما قدروا يحلوا مشكلة هسه هذا اليوم صار استحقاق لدولة القانون، الإخوة في دولة القانون عليهم أن يجلسوا مع هؤلاء القوم مع العقلاء تحل الإشكالية ولا يجري تجاهل يعني هذا المكون الاجتماعي، وأن تحل هذه المشكلة الاجتماعية في أطرها الصحيحة، وأن نذهب ونطبق القانون. وأنا أعتقد أن بني تميم أحرص الناس على تنفيذ القانون، وإذا ما كانت هناك بعض الحالات أو بعض التفاصيل تحل وتحل بطريقة أعتقد أنها ستنتهي كما تفضل سيادة الأخ الأستاذ تحسين بأنه المشكلة ليست أمنية، وأنا أقول أنها ليست سياسية بالمطلق، هناك مشكلة اجتماعية ينبغي أن تحل حل ونصل بها إلى ديالة آمنة مزدهرة. هذه المشكلة الاجتماعية هي فعلا موجودة أم تم اختلاقها من قبل الأحزاب اللي تنافست في ديالى على مصر؟ لا أنا ما أعتقد أنه الأحزاب يعني تأزم القضية، لأنه أكو قنوات اتصال وتواصل، لكن الآلية فيما يتعلق بمعالجتها لم يعني يكن متفق عليها بهذا الشكل. يعني اليوم هذا استحقاقك، روح أنت دبر نفسك، لا تجبرني أنه أنا أكون يعني في معرض أنه أتصادم مع الآخرين، لأنه اليوم القضية صارت من استحقاقك، فأنت روح حل مشكلتك مع الجمهور. هذا الجمهور أنا مو فقط بني تميم، حتى مع العشائر والمكونات الأخرى ينبغي أن تحل بحكمة وبعقل، وأن نسير بهذا النظام وجزء من استحقاقات الديمقراطية هالشكل. لكن أنا أقول فيما يتعلق بقضية حتى المعالجة المعترضين اليوم على الحكومة المحلية وتشكيلها ينبغي أن يتحلوا بالحكمة، لأن هذا مو حل تعطيل مصالح الناس. وأيضا يعني الآليات تظاهر حق مكفول، لكن بإغلاق الدوائر إلى آخره أعتقد هذا مو صحيح، وينبغي أن يلتفت من يعتقدون أن لديهم حقوق إلى أن يكونوا عونا وجزءا من القانون. الأطراف الأخرى اللي داعمة لتشكيل مجلس محافظة ديالى وتنصيب محافظ يقول لك هذا استحقاقي. نعم. استحقاق انتخابي، يعني خلي يعترض من يريد يعترض، خلي يعترض يقع راسه بالحائط. نعم. بالتالي استحقاقي أنا يعني انتخابي وأمشي أموري. شنو برأيك يصير إذا سارت الأمور بهذا الاتجاه؟ يعني أنا ما أستبق الأحداث، لكن أنا أقول إحنا اليوم ينبغي أن نلتفت لمسألة أساسية، أنه أنت ما تقدر تجاهل فئة أو جهة كبيرة من المجتمع باعتبار أنه هذا الشعب له استحقاقاته. يعني اليوم أنا كناخب كشخص كمواطن يجب أن تنظر للحكومة، خصوصا أنه أكو إشكالية. هذه الإشكالية يعني أنا أقول لم تستنفذ الحلول بعد، وهذه الجهة استحقاقك نعم، لكن أنت حل هذه الإشكاليات وعالجها بطريقة حكيمة حتى نضمن أنه سلامة المشهد وأن تمضي والحكومة تريد تنجز. حتى الحكومة المحلية يعني يمو اليوم منغلق على نفسها وهي تمثل هذا الشعب، فينبغي أن تستمع لكل فرد بالشعب
إذا كانت فئة من الضروري أن تستمع لها بشكل أكبر، خصوصا إذا كانت هذه الفئة هي متكئ ومرتكز في حفظ الأمن في المحافظة. جيد. سيادة اللواء، مصادر أمنية ذكرت أنه أكو ضباط ومنتسبين متورطين بهذه الأحداث وأعمال الشغب اللي حصلت، إذا بالفعل أكو هيك معلومات واصلة لكم، شنو الطريقة اللي راح يتم التعامل بها مع هؤلاء؟ يعني سيدي الكريم، إحنا كقوات أمنية واجبنا أن نوفر بيئة آمنة لكل أهلنا ومواطنينا في كل المحافظات، ليس في ديالى فقط وإنما كل العراق، وواجبنا أن نقوم بحماية أهدافنا الحيوية وحدودنا، وأن لا نسمح بأن يكون هناك تجاوز. وهذا أعتقد واضح وأثبتناه للجميع. أما في حالة أي حالة معينة اللي ذكرتها جنابك، إحنا واضحين وصريحين في هذا المجال أنه كل من يقوم بأي عمل يتنافى أو يتقاطع مع عمله الرئيسي يقدم ويحاسب عن طريق مجالس تحقيقية، وفي حالة ثبوت أي حالة من هذه الحالات يحاسب حساب عسير وشديد، لأن واجبنا هو أن نقدم الأمن والأمان. لكن كيف نتعامل الآن الوضع في ديالى؟ الوضع في ديالى الآن كقوات أمنية نحن نتكلم عنه وضع مستقر جدا، والدليل على ذلك تعاون كبير ما بين كل قواتنا الأمنية وما بين المواطنين. المواطن نفسه هو متعاون مع القوات الأمنية، هو اللي يقوم بحماية الأهداف الحيوية. احنا عندنا زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، والزيارة انطلقت واحنا اليوم في الثاني من صفر. انظر، بدأت الحقيقة المواكب تنصب، بدأت أيضا الزوار، وبدأت الحدود يدخلون الزائرين الأجانب إلى العراق. هذا يثبت بأنه هناك عمل واستقرار اجتماعي، ولكن في حالة تعبير الشخص عن أي حالة معينة من حقه. أما أن تقول لي بأن الوضع في ديالى قلق، أبدا، الوضع مطمئن ومستقر. أضيف لك شيء لهذه المعلومة، يقول لك هذا الموضوع حصل من قبل ضباط ومنتسبين في ديالى. ليش؟ لأن ديالى وضعها يختلف، البعض عنده انتماء عشائري وبها نفوذ سياسي وبها نفوذ من قبل أطراف أخرى، وأكو تأثيرات اجتماعية عشائرية على الضباط والمنتسبين، فبالتالي شوفه مجبر أمام عشيرته. يعني أنا أجزم لك، نعم، كل ضباطنا وكل منتسبينا هسه في حالة حدوث حالة معينة، هاي أكو قانون وأكو تحقيق يثبت هذا الشيء، ولكن أجزم لك بما لا يقبل الشك بأن كل ضباطنا وكل منتسبينا على درجة من المهنية والعمل الحرفي يعني بما لا يقبل الشك، وانتماءاتهم وعملهم اليومي المستمر. نعم. وتفانيهم في العمل وتقديمهم الحقيقة التضحيات، وأثبتنا للجميع بأنه هذا الاستقرار وهذا العمل اللي تقوم به قواتنا الأمنية هو أكبر دليل على حرفيتنا في العمل. لذلك في حالة حدوث حالة معينة أكيد أكو تحقيقات تثبت وأكيد أكو محاسبة. أحسن. جيد. إذن ينضم معنا عبر الهاتف رئيس الحراك الشعبي في ديالى الأستاذ عمار شنب التميمي. أستاذ عمار، مرحبا بحضرتك. حياك الله وحيا الله. أهلا بجنابك أستاذ عمار. شنو اللي جاي يصير بديالى؟ شنو موقفكم من هاي الأحداث، جلسة الرشيد لحد تظاهرات البارحة؟ وصف لنا الوضع بشكل عام بديالى، تفضل. الحمد لله والشكر، الأمن مستتب في محافظة ديالى. اللي صار جلسة في فندق الرشيد، هذه الجلسة أمطت انطباع بأن الوضع الأمني مربك وكذا. جلسة المحافظة تتأملها خلال 6 أشهر، وهاي 6 أشهر بانتظار، وبالتالي تكون في فندق وكنت متأخر من الليل ويوم جمعة، و عدم فتح باب الترشيح للمحافظين، وهاي الشبهات اللي صارت أدت إلى ضجة بالشارع، إلى مظاهرات هيك بسيطة، إلى وقفة احتجاجية، إلى نتيجة البارحة. أكو بعض الشباب الثائر يعني اللي شاف نفسه. يعني أستاذ عمار، يعني أنتم اعتراضكم لأن صارت فندق الرشيد، لو لأن صارت بالليل، لو لأن يوم جمعة؟ كل هذا يتعدي اليوم. انت تنتظر حكومه لمده 6 أشهر وقيام دعوه، احنا قمنا دعوه بالمحكمه الاتحاديه وانتظرنا ونتفاجئ هذا الشكل. تكون الجلسه في فندق محافظه ديالى، الامن مالها مستتب، قيادات امنيه قويه، اول محافظه تحررت، اول محافظه رجعت النازحين ب 100% بشكل كامل. ليش هذا التصرف صار من اعضاء المجلس؟ هذا التصرف يدل على الشبهات، وهذا أدى إلى
إلى أصوات ولا جمهور منزعج، إلى جمهور غير راضي، جمهور الشارع غير مرتاح لهذه الجلسة. زين. أكو أخبار تقول إنه أنتم أقمتوا دعوة على هذه الجلسة غير الدعوة المقامة الأولى. نعم، احنا اخذنا دعوه لان الجلسه بها خلافات قانونيه. اولا يوم جمعه يوم عطله منتصف الليل في فندق الرشيد، عدم فتح باب الترشيح، المحافظ ما يمتلك بطاقه سكن من محافظه ديالى، هاي المخالفات القانونيه اللي احنا رحنا باتجاهها. الاستاذ عمار بصراحه جاوبني بصراحه، المحافظ لمن تابع لاي جهه؟ المحافظ الجديد؟ ايه لدولة القانون. زين، انتم ابرز الامور اللي معترضين عليها شنو؟ هسه تحكي لي انه الجلسه عقدت بيوم جمعه وكانت عطله وباقي الامور، ونطلع هاي المظاهرات بالشارع وتسدون مراكز شرطه وتسدون دوائر الدوله وتعطلون المؤسسات، هذه مو مواضيع مقنعه حتى اليوم انتفض بهذه الطريقه. اخي العزيز، احنا كحراك شعبي احنا ما شاركنا، احنا داعمين لاي حكومه تجي، احنا مراقبين على الفشل الاداء اذا يصير، على المخالفات الدستوريه، على المخالفات القانونيه نعترض، اما كحراك شعبي ما يهمنا يستلم دوله قانون، بدر، زياد، عمر، المهم نتيجه تصير نتيجه بالشارع. احنا شلون اعتراض؟ شلون اعتراض؟ مجلس محافظه لان خروقهم عبروا المده القانونيه ومستمره لحد هذه اللحظه، هي دعوتنا موجوده بالمحكمه الاتحاديه، بس اللي صار البارحه هم مجموعه شباب تصرفوا بهذا التصرف، وكان له رده فعل قويه من سيد وزير الداخليه ما تليق بمستوى الشباب اللي طلعوا، ولا بمستوى حجز او اقاله عميد هيثم. عميد هيثم من الشخصيات البطله، من الشخصيات القارعه الارهاب، من عائله مضحيه، من منطقه الشهداء، ما يستوجب هو مدير شرطه شنو حرس على الباب اذا جو شباب اثنين خلوا قطعه بالباب. هذا الاجراء عزه، هذا الاجراء يدفع لامور اخرى. الدياله تستوجب حقا الازمات، الازمه مالتها تنتهي بثلاثه مو بعنف. يعني ما ادري افهم ديمقراطيه فدراليه افهم من كلامك انه هذه التظاهرات بني تميم ازمت. اذا تسمح لي استاذ، غير ممنهج غير مقصود. تظاهرات بني تميم ازمت الوضع في محافظه ديالى اكثر؟ المظاهرات اللي صارت هي وقفه احتجاجيه ساعه فقط في مجلس المحافظه، غيرها ما صار مظاهرات سلميه لا بها فيها صوت عالي، لا بها اتجاه دائره، لا بها حرق، لا بها اي شيء، ما صار بها، هي فقط ساعه واحده اعلنوا بها بيان ورجعوا انسحبوا. اما اللي صار البارحه من ضيم على الضباط، انا اطلب من جنابك ومن جناب السيد وزير الداخليه ومن الاخوان ان هذا القرار اللي صار هو قرار بتعسف الاخوان. ويانا رئيس خليه الاعلام الامني 90% من ابطال التحرير ظلموا بالعراق. ويانا اللواء يسمعك، ويانا اللواء يسمعك استاذ عمار، رئيس خليه الاعلام الامني موجود، وتفضل اذا تحب. السلام عليكم سياده اللواء. سياده اللواء عميد هيثم من ابطال التحرير، عميد هيثم قائد من القاده اللي موجودين بدياله، وكل ضباط دياله هم شجعان ووقفوا وحرروا دياله. ما انطت قطعه عسكريه بال 2014 محافظه دياله، ما ثقت بها مركز شرطه او مقر فوج او مقر فرقه. اليوم هذا الضابط ما مدير شرطه هو من هاي العشيره، هذا القرار اللي صار بحقه قرار تعسفي، هذا قرار ذمه الشارع. هذا اترجاه من جنابك، صح انت جنابك في مقدمتك قلت احنا نشكل مجلس تحقيقي وما عندنا احد فوق القانون، صح، وجزاك الله الف خير وممنونين منك، واحنا رايحين باتجاه تطبيق القانون وداعمين. بس من عشرة سنين منطقة 5-4000 شهيد من أجل القانون. أستاذ عمار شنو ذنبه؟ هو مو حرس بالباب. أستاذ عمار، انطيت رأيك بالجلسة، انطيت رأيك بالجلسة وطريقة اختيار المحافظ، لكن ما انطيتني رأيك بالمتظاهرين اللي أغلقوا الدوائر، اللي أغلقوا مركز الشرطة وغيره. ايضا ما اعرف، يعني قلت انه ساعه واحده صارت المظاهره والمظاهره كانت سلميه، يعني نقول اذا ساعه واحده والصور اللي انتشرت مواقع التواصل والمؤسسات اللي انغلقت، زين اذا لو باقي ثاني يوم ايش راح يصير بدياله؟ اخي العزيز، اكو فرق بين المظاهره اللي طلعت من بني تميم، هي ليس يوم المظهر،
المظاهرة اللي صارت بيوم عقد الجلسة يوم السبت، أما البارحة اللي صار هم مجموعة شباب كانوا يعني منفجرين متأذين مقهورين وطلعوا بهذا التصرف، تصرفوا وورا 10 دقائق كل قيادات. ليش مقهورين؟ مقهورين من شنو؟ من شنو مقهورين؟ قاعدين؟ من شنو مقهورين ذول الشباب اللي طلعوا؟ يعتبرون الجلسة غير قانونية، يقولون احنا هل قد ضحينا، هل قد انطينا، تصير جلسة محافظتنا آمنة مستقرة، ليش مو مبنى مجلس المحافظة؟ ليش ينطون طابع دائما طابع طائفي؟ ليش دائما محافظة ديالى تكون الأولى بالمشاكل؟ جيد دائما تكون هيك لها تأويل وكذا وكذا. استاذ عمار العراق مصغر، استاذ عمار شنب التميمي رئيس الحراك الشعبي في ديالى، اشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. سيادة اللواء، اسألك عن إقالات حدثت في ديالى على القادة الأمنيين في بعد هذه الأحداث الأخيرة، والبعض يقول أنه تحتاج مراجعة، شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني أولاً أنت تعلم بأن كل حالة معينة تحدث فيها قلق أمني هناك تحقيق، وهذا شيء مهم جداً لمعرفة أسباب حدوث بعض الحالات اللي تستوجب أن تعالج كل، وهذا شيء معمول به في كل الحقيقة الأمور العسكرية، أنه في حالة حدوث أي حالة معينة تحلل. يعني هناك الإقالات جت بعد التحقيق، إحنا نتحدث عن التحقيقات، التحقيقات دائما من تجري، دائما يحدد الشخص اللي يصير عليه التحقيق، يعني تحدد عمله ويحدد أيضا إمكانياته وتحدد أيضا لنقل الحالات اللي ممكن أن يؤديها أو يقوم بعمله، فتكون محدودية عمله. بعد أن يكتمل التحقيق وبعد أن تصادق الأوراق التحقيقية وترفع، وهذه كلها مقرونة بأدلة وبراهين، فأكيد إحنا وفق القوانين والأعراف اللي معمول بها بالسياقات العسكرية والأمنية. أما الحقيقة الآن هو لحد هذه اللحظة هو تحقيقات وإجراءات وإمكانيات، أما تحديد العمل فهذا أحد أسباب التحقيقات أو أحد أسباب السياقات المعمول بها. أعود لحضرتك أستاذ سعيد، أنا ما أدري، تحدثنا مع رئيس الحراك الشعبي، تحدث عن غضب الشباب اللي طالعين بالشارع، بس بصراحة أنا ما شفت سبب، كفت سبب مقنع غير قال إنه الجلسة غير شرعية، صارت يوم جمعة أو صارت بالليل، أو برأيك شو نشوف السبب الحقيقي وراء هذه التظاهرات؟ يعني أنا مو بقلوب الناس، بس أنا خلي أعقب، لا أنا خلي أعقب، سياسي ومتابع جيد للأحداث، خلي أعقب أولاً احنا شهدنا حالات من التظاهرات، او خير دليل تظاهرات تشرين كانت اعنف، دوائر الحرقة كذا، ما اعرف يعني كثير من التفاصيل، كثير من التفاصيل واستغلت ايضا وسويست وذهبت باتجاهات. اليوم هسه اذا اريد نقول بني تميم ما سووا شيء، يعني حتى هذه الشعارات اللي بعضها قد تكون هسه في بالتقييمات واللي تضخم واللي تؤخذ باتجاهات، اللي يحرق ويسد الى مطالب، انت شنو مطالب هسه؟ هذا لا حرق، لا حرق ولا قطع ولا كذا، هسه عنده احتجاج. احنا قلنا المشكله اليوم مشكله مو سياسية ولا مشكلة أمنية، مشكلة اجتماعية. إذن اجتماعية وأطراف الاجتماعية يا بني تميم، شان تنجح هاي الحكومة؟ تعطيني مجال بني تميم، إذا تنطيني مجال خلي أحسن. بني تميم الناس يقولون إحنا عندنا تضحيات، عندنا كذا، عندنا مرشحين، عندنا ناس. هسه هذا في جزء من عندهم، في جزء آخر يقول لك يابا إحنا مع الاستحقاقات، وإحنا هذا استحقاقنا ووقوفنا وغيرنا ما ضحى بقدنا. هاي القضية يجب أن تحل في إطارها، هسه مرة السياسي مرة الاجتماعي. هسه سياسيا اليوم الاستحقاق راح باتجاه من؟ باتجاه دولة القانون. دولة القانون يجب أن تتحرك على هؤلاء الناس، تستمع لهم مع بقية القوى حتى احنا نحتوي هذا الموقف وتمشي الأمور بسلام. صعب هذا؟ انت هسه جاوب لي، صعب لو سهل؟ لا قابل للتحقيق لو مقابل. عندنا دولة القانون عندها زعيم ورجل حكيم الأستاذ المالكي، وعنده علاقاته، وعنده السكوت سهل بالنسبة للأطراف، سهل يجوز الشارع. أنا أقصد أنه احكي لي بدر راح يسكتون؟ بدر شو لهم علاقة؟ ما يقول لك احنا ان جمهورنا واستحقاقنا، بدر لهم جمهورنا، ولكن اليوم الاستحقاق ذهب باستحقاق. اليوم أكو نقاط لكل قوة من قوى التحالف اللي هو نبني، وأيضا التحالف اللي هو الإطار التنسيق باعتبارناه في تحالف ديالتنا، هم الإطار التنسيق كلهم دخلوا سويا. يعني نحكي على ديالة مواي محافظة، بس انطيني مجال، هاي ديالة ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. اليوم دولة القانون
ها الاستحقاق الانتخابي باتجاه دولة القانون. هسه اكو اخذ واكو جذب واكو راي واكو راي اخر. اليوم الكره في ملعب دولة القانون والقوى اللي شكلت هذه الحكومه، تحتوون الموقف لو تتركونه هالشكل؟ وهذا التحدي الاخر. قابل للحوار لو ما قابل للحوار نحكي عن ذني، هذا ذني نقيمه ونمشي باتجاه الحل، وتاخذ دياله استحقاقها اللي هي محافظه عزيزه ونالت ما نالت من الارهاب والقتل ومحاولات لان تجعل دياله خاصره هشه، واهل دياله وفي مقدمه القبائل والعشائر التي واجهت الارهاب بني تميم يعطوهم هذا الاستحقاق الشعبي والاجتماعي باعتبارهم عشيره مؤثره لها هذا التاريخ وهذا الامتداد. بعشر ثواني، كل بني تميم رافضين للمحافظ الحالي وداعمين لمثنى التميمي؟ ماكو هيك حاله يعني اليوم، ما نريد نعمم، نقول اكو فئه، هاي الفئه المعترضه اقعدوا وياها هذا خلص. هسه احنا ما نقول، بس انا ما اروح اسب بيت بيت، لكن الحاله العامه تسوق القضيه باسم بني تميم. نعم. اروح اقعد ويا كبار بني تميم واحل المشكله. جيد سياده اللواء، ب 30 ثانيه رسالتك لابناء محافظه دياله بعد هذه الاحداث. اولا احنا ما عندنا كل اشكال ويا ابناء محافظه دياله، قوات الامنيه وتعاون اهالي دياله رائع جدا، والدليل على ذلك يوميا لدينا نجاحات في مجال استهداف المجاميع الإرهابية والتعاون والعمل المشترك، وكذلك أسر وأطر هذا التعاون تخلل من خلال النجاحات اللي حققناها. لذلك احنا حقيقة لأهل ديالة لدينا خصوصية في التعامل معها، ونتيجة للتضحيات الكبيرة اللي قدموها وأفشلوا المخططات الإرهابية اللي كان الحقيقة البعض يراهن عليها. نعم، رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك، والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد البدري شكرا جزيلا لكم. شكرا. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن واقع الجريمة المنظمة في العراق وإعلان وزارة الداخلية القبض على أكثر من 10,000 متهم خلال النصف الأول من العام الحالي. نفتتح وإياكم هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سامي. لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية يصدر 140 حكم بالإعدام بحق تجار مخدرات. وزارة الداخلية تعلن نشاطاتها في العمليات الاستباقية التي نفذتها مكافحة الجريمة المنظمة، وبيّن العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي القبض على أكثر من 10,000 متهم وأحكام إعدام بحق 140 مدانا، مؤكدا عدد تلك الجرائم وفق أحصائيات دقيقة من خلال إلقاء القبض على العديد من المتهمين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. طبعا تمكنت مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهمين بجرائم القتل 192، إلقاء القبض على متهمين بجرائم خطف 33، إلقاء القبض على متهمين بجرائم السطو المسلح بالإكراه وسرقة بالإكراه 18، إلقاء القبض على سرقة مختلفة 1235، إلقاء القبض على سرقة دراجات 799، إلقاء القبض على عصابات سرقة الحقائب صيدليات غير مجازة، أيضا تم تحقيق 174 نشاط 177 متهم، عيادات طبية غير مجازة أيضا 307 نشاط 362 متهم. مقارنة بالسنوات الماضية انخفضت معدلات الجريمة المنظمة خلال العام الجاري في بغداد بعد سنوات من الاضطرابات الأمنية، مما انعكس إيجابا على الحياة العامة في المحافظة من خلال تحسن الوضع الأمني حسب ما يراه مواطنون. يعني وين قبل وين هسه؟ هسه لا، يعني نطلع بامان روح نرجع، لا لا أذية، يعني الشارع يعني أمنة ما بي عرقلة ولا بي مشاكل. قبل نخاف نطلع لا بالنهار لا بالليل. لما تنتشر القوات الأمنية وينتشر الأمن وينتشر الكاميرات في كل زقاق وفي كل محل، تقل الجريمة وتقل الجرائم في ظل وجود القوات الأمنية، فهذا ما يعزز على وجود الأمن في العاصمة واستقرار الأمن، والحمد لله تشوف العالم تروح وتجي بكل أريحية. من خلال ممارسة دورها الرقابي لتحجيم الظاهرة السلبية على المجتمع، يلتمس المواطنون انخفاض معدل الجريمة خلال العام الحالي بفضل تنامي قدرات الأجهزة الأمنية بملاحقة الخارجين عن القانون. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية.
إذا محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الأمني مخلد حازم. أستاذ مخلد مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا بجنابك. أكثر من 10,000 متهم ألقي القبض عليهم خلال النصف الأول من العام الحالي في العراق. شلون تشوف اليوم واقع الجريمة المنظمة في العراق، ارتفاع أعداد المتهمين والجرائم الموجودة على أرض الواقع؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهدين قناة الأيام. يعني أكيد ما متعارف عليه أن الجريمة المنظمة تنشأ بجميع تفاصيلها وبجميع أقسامها وبجميع تفرعاتها، تنشأ في الدول التي تعاني من فقر، تعاني من هشاشة في عمل الجهاز الأمني، تعاني من عدم إمكانية حصول الشاب على فرصة عمل، وبالتالي هو يذهب للبحث عن مجالات أخرى. حقيقة في فترة من الفترات عاش العراق هذه الحالة، يعني كان عمل الجهاز الأمني عمل ضعيف ليس بالمستوى الذي اليوم وصل إليه، فبالتالي وجدت الأرضية الخصبة لانتعاش مافيات الجريمة المنظمة. الجريمة المنظمة فيها كثير من التفرعات، يعني ليس فقط عمليات الجريمة المنظمة ما نشوفها بالبلدان المتطورة. أقول لك اليوم آلاف الجرائم يعني المنظمة موجودة في حتى أمريكا مثلا. موجودة الجرائم المنظمة، لكن نشاطها وتجذرها وانتشارها دائما تكون في البلدان اللي دائما ما تتعرض إلى حروب، إلى أعمال إرهابية، إلى وضع أمني قلق أو غير مستقر. فالعراق يعني منذ يعني 2011-2012 بدأت عمليات القاعدة والتوحيد والجهاد ويعني ومن ثم داعش، وهذه العمليات مستمرة. فأكيد عمل الجهاز الأمني ينصب باتجاه، لكن يفتح باب لمافيات الجريمة المنظمة. زين، إذا ربنا نتحدث عن أبرز الجرائم المنظمة اللي من الممكن تنشط بالعراق، يعني الجرائم التي تنشأ والتي هي تنشط في العراق والتي هي تعتبر جرائم عابرة للحدود، لأنه الجريمة المنظمة التي يكون فيها شبكات هي جرائم عابرة للحدود، منها جريمة تجارة المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية والإتجار بالبشر. هذه الجرائم التي يعني تكون رؤوس المافيات فيها يعني من لديهم شبكات، وهذه الشبكات ترتبط بجميع دول العالم. إذا ما أردنا أن نتكلم عن تجارة المخدرات التي هو طريق إلى باقي الجرائم المنظمة، لأنه اليوم عندما توغل المجتمع بهذه التجارة فأكيد سوف يتم كسب الكثير من المتعاطين من أجل الحصول على هذه المادة المخدرة، وهو لا يمتلك المال، فبالتالي أكيد يتم جذبه وتجنيده إلى جرائم أخرى، فبالتالي يبدأ تاجر المخدرات بهذه العملية. التجارة المخدرات موجودة وانتشارها متى تنشط جداً. متى تنشط ونشطت بالعراق؟ بس اليوم سمعنا المشاهد لما يقول اليوم نتحدث عن الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية. نعم. يقول لك أنا ما أسمع بيها بس ما شفتها بالعراق. لا لا. ما شفت واحد مثلا باعت كليته أو باع عضو من عنده رغما. تجارة الأعضاء البشرية هاي تجارة عالمية، لأن اليوم الكثير من دول العالم وهنالك الكثير من المتمكنين ماديا يعانون من أمراض، سواء في الكلى أو سواء في كثير من الأمور، فيحتاجون هذا العضو. تجار المافيات تجارة الأعضاء البشرية لديهم تشخيص أين يجدوا هذا العضو، ولديهم شبكات ولديهم وسائل تواصل عالية الدقة فيما بينهم. دول الشرق الأوسط والدول التي عانت الحروب هي أكثر أرضية مهيئة لهذه التجارة، فلذلك هنالك مراكز لهذا الموضوع، وهذا المركز هو يتم تجميع به الأعضاء البشرية من كل الدول التي هي يتم يعني من خلالها الحصول على هذا العضو البشري. موجودة هذه المراكز بالعراق؟ موجودة. نعم بالعراق؟ لا بالعراق هو خط إلى هذا المركز، لأنه العراق اليوم مو اليوم قبل فترات يعني عانى من وضع أمني متردي حقيقة، وهنالك نسبة عالية من الفقر،
ونسبة عالية من البطالة. فذهبوا بالكثير منهم من الشباب ببيع الكلية أو بيع عضو آخر، يعني الكثير منهم بيع الخصية، بيع الكلية، بيع كثير من الأعضاء من أجل الحصول على مورد مادي يستطيع العيش به. فتجار ومافيات التجار بالبشر يعرفوا أن العراق لديه هذه الأرضية، فالشبكات تمتد إلى داخل العراق. هنالك الكثير من ما تخلفه الحرب، الكثير من الضحايا. شلون تصير هذه الأمور؟ هسه عدنا سين من الناس مثلا عنده كلية، عنده خصية، عنده ما أعرف شنو يباع، شنو الطريقة؟ وين؟ شلون؟ بأي طريقة؟ يعني وين يصرفوها؟ في بعض الأحيان، في بعض الأحيان عندما يتم، طبعا قبل ما ندخل في هذا الموضوع، في كثير عندما كانت الانفجارات في بغداد شبه يومي، وكنا نسمع يوميا العثور على كذا جثة، كانت هذه الجثث تؤخذ ولا تدفن قبل أن يأخذوا أعضاءها البشرية. من ذاك الوقت كانت هنالك مافيات تعمل على هذا الأساس، يعني بعد ما يموت يأخذون أعضاء، يعني هو يعثر على الجثة ويأخذون عضو من أعضاء البشرية، وبالتالي يتم يعني طرق التي هم يمتلكونها، وبالتالي قبل أن تدفن هذه الجثة كانت تسرق أعضائه البشرية. والكثير من هذه الجثث وجد في الطب العدلي هي يعني مسروق منها الأعضاء البشرية. هنالك يعني شبكات، هذه شبكات فيها مصادر، مصادر للوصول إلى الشخص الذي يريد البيع. هذه ممكن عن طريق التواصل الاجتماعي يتفقوا مع الشخص ويعرض عليه المبلغ، وبالتالي يتم إجراء العمليات. العمليات في بعض الأحيان تجرى في مستشفيات خاصة أهلية، يتم الاتفاق مع كادر معين داخل هذه المستشفى، يدخل بغير اسم، يدخل بغير اسم، والعملية لا يفصح عنها ما هو نوع العملية، تذكر في طبلة المريض بأنه إجراء عملية كان يكون مصران أعور أو عمليات أخرى، ولكن أصل هذا الطبيب والكادر متواطئين متفقين. وفي بعض الأحيان عندما بدأت قوات الأمنية تلاحق هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع لا يمكن حصوله في المستشفيات الحكومية، فقط في المستشفيات، عندما بدأت قوات الأمن تلاحق هذا الموضوع انتقلوا إلى مناطق أخرى في محافظات، ومن ثم إلى كردستان، ومن ثم في نهاية المطاف بدأ الاتفاق أن هنالك ترتيب في مستشفيات خارج العراق، في تركيا، في إيران، في أماكن أخرى، ينتهزون بعض النفوس الضعيفة من الأطباء ومن الممرضين ويفتحوا هذا الطريق ويتم إجراء هذه العمليات، ويتم انتقلت من المحافظات إلى كردستان، يعني العملية تصير هناك، يأخذون العضو بالاتفاق وبعدين خلاص أخذوه بالمستشفى، هاي وين يصرفوه؟ شلون يأخذوها البضاعة؟ تذهب هذه هذا العضو يذهب زين إلى هذا المركز اللي تكلمت عنه، مراكز كان يكون موجود يعني في 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 مثلا في بيروت فرضا، أو في دول من شرق آسيا، أو دولة في أوروبا، يعني هذه الدول التي ممكن الوصول إليها، لأن هؤلاء هذه الشبكة لديهم إمكانيات التنقل ولديهم إمكانيات التهريب ما بين الدول، فيتم الحصول على هذا العضو وبالتالي إيصاله إلى المنطقة المراد إيصاله إليها، وبالتالي يذهب إلى الشخص الذي يعني يطالب بهذا. منو أكثر المحافظات العراقية اللي شهدت جريمة أو جريمة الإتجار بالبشر، الجريمة المنظمة؟ يعني لا توجد إحصائيات دقيقة بهذا الموضوع، لكن متى ما وجد الفقر والعوز نرى أن هنالك الكثير تم استغلالهم وتم الحصول على الأعضاء البشرية منهم. يعني لا يمكن الذهاب باتجاه محافظة على حساب محافظة أخرى، لكن هذه الجريمة هي من الجرائم العابرة للحدود والتي تعتبر تشكل تهديدا كبير يعني للأمن القومي العراقي. هنالك حالات أخرى، يعني هنالك بدأت شبكات يعني تبتكر أمور في عمليات الاتجار بالبشر، اتفاق مع شركات خارجية في دول شرق آسيا لجلب العمالة. هذه العمالة في قسم منها تذهب إلى سوق العمالة، لكن في قسم منها يتم بيعهم، وبالتالي عندما يباع من شخص لشخص لشخص، وبالتالي تذهب إلى هذه الأيادي أصحاب الجريمة المنظمة ويقوموا بانتزاع عضو من أعضائه مقابل مبالغ مادية، مقابل يعني الكثير من الأمور. طبعا هذا كله هو مخالف للقانون،
فهنالك طرق. يعني ايش قد يوصل سعر العضو البشري حتى نشوف اليوم انسان يجازف ويتخلى عن اعضاء اللي ما ممكن يعوضها باي ثمن؟ يعني يصل سعر الكليه الى 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 دفترين والى يعني بما يعادل 30 مليون 25 مليون. نعم سعر الكليه نعم زيان. طبعا هذا يعطى للجسم لكن هو يباع بمبالغ اكثر، يباع ب 50 الف دولار ب 100 الف. شنو بعد يباع من اعضاء وشنو اسعار؟ يعني الاكثر شيء هو الكليه والخصيه، هذا يعني اللي كثير من الاحصائيات ذهبت بهذا الاتجاه، يعني انه هذه هذا العضوين هو الذي لديهم يعني عليه طلب يعني من 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 قبل المافيات. زين يعني تحدثنا عن المناطق اللي بيها مثلا الفقر ربما يؤثر، اللي نعم. آثار الحروب واللي تدفع الإنسان ممكن أنه يتخلى عن عضوه أو عضو في جسمه. زين وين أبرز محافظة من الممكن أن تكون حاضنة أو فيها أرضية مناسبة لإجراء هذه العمليات والتهريب منها؟ يعني حقيقة أستاذ محمد الإحصائيات وما تم يعني متابعة هذا الموضوع يعني كانت في بداية الأمر كانت هنالك مستشفيات، يعني قبل أن يكون هنالك تدقيق أمني كبير يعني وتم متابعة هذا الموضوع من قبل الجهات الأمنية في بغداد، كانت هنالك عمليات في بغداد يعني في مقابل المستشفيات خاصة، لكن بدأت هذه العمليات تنتقل إلى كردستان أيضا، هنالك مشافي خاصة وهنالك مافيات تعمل على هذا الموضوع، وبعدها يعني حسب المتابعات أن هنالك مشافي في تركيا تقوم بإجراء هذه العملية ويتم تسفير الشخص على يعني على حسابهم وحجز تذكرة وكذلك تهيئة مكان، لأن الموضوع يعني لا يتجاوز اليومين أو ثلاث أيام يعني بمجرد أكو بعض الحالات يمكن حصلت أو أنا سامع بهيج أمور أنه شخص يذهب أنه يسوي عملية مثلا عنده مصران أحور أو غير شيء، بالتالي لما يقعد ورا فترة ينتكس وهاي يكتشف أنه أكو مسروق عضو من صحيح يعني هذه أي هذه موجودة هذه الحالات، لكن ليس كثيرا يعني، لأن هذا الموضوع يعني أكيد سوف يجعل من يقوم بهذا العمل أكيد هو عرضة للمسائل القانونية إذا ما كان الموضوع غير متفق عليه مع المريض. نعم. فبالتالي يعني كل العمليات التي تحصل يعني هي متفق عليها ما بين المريض وما المتبرع وما بين الشخص الطالب لهذا العضو، لكن في المجمل يعني اليوم هذه الجريمة تعتبر من الجرائم المنظمة العالية الانتشار ليس فقط في العراق وإنما في منطقة الشرق الأوسط، هنالك يعني رؤية وملاحقة، هناك عملية تبادل معلومات يعني أصبحت في هذا الموضوع، إضافة لموضوع تجارة المخدرات يعني موضوع السرقة وغيره، وهذا أصبحت من المواضيع القديمة التي لا يتم التعامل بها لأن هذا يعتبر موضوع داخلي، الجرائم تعتبر من الجرائم المهددة للأمن القومي هو جرائم العابرة للحدود وأكثرها جرائم المخدرات التي تعتبر طريق لباقي الجرائم وكذلك جرائم الإتجار بالبشر. الخبير الأمني الأستاذ مخلد حازم أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا لك. إذن مشاهدينا قبل الروح لموجزنا الخبري خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة أكس بشأن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفا للشهيد إسماعيل هنية. نتابع.
إذن مشاهدينا ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. الشيخ همام حمودي يهنئ يحيى السنوار وحركة حماس بانتخاب رئيسا أو بانتخابه رئيسا للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنيه. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته ويرفع جلسته. رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يطلق الخطة الإعلامية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. جنايات الأنبار تصدر حكما بالسجن لعشر سنوات بحق مدير شعبة الأمن والمعلومات في مؤسسة الشهداء عن جريمة الرشوة. النزاهة تعلن رصد مخالفات في ديوان محافظة ذيقار ومديرية بلدية الناصرية بكلفة 4.5 مليار دينار. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.